لسانت كاترين، وسانت كاترين واحدة من أغلى وأقدس المزارات السياحية المصرية اللي بتشهد الحقيقة دلوقتي عملية تطوير كبيرة بتحصل في هذا المقصد السياحي العالمي، واللي خلى ده يعني وزارة السياحة والآثار تطلق استراتيجية دولية للترويج لمدينة سانت كاترين وموقع التجلي الأعظم. خلونا نعرف من التفاصيل والاستراتيجية الخاصة بهذا من الأستاذ عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة. أستاذ عمرو القاضي، صباح الخير على حضرتك، ولو تطلعنا على آخر التطورات اللي بتحصل هناك في مشروع التجلي الأعظم. صباح الخير أستاذ هدير أستاذ محمد، صباح الخير لمصر كلها. الحقيقة طبعا الموقع ده موقع متفرد، موقع عالمي، هو موقع قائمة التراث العالمي لليونسكو، حدث فريد لم يحدث في التاريخ في مكان واحد فقط، وهو التجلي الأعظم ومناجاة النبي موسى عليه السلام لله سبحانه وتعالى في جبل موسى، في جبل التجلي، في منطقة سانت كاترين، منطقة عالمية، مقصد لكل الأديان السماوية، فيها واحد من أقدم الأديرة المسيحية في التاريخ، وداخل هذا الدير في واحد من أقدم مساجد الإسلامية. الثلاثة أديان السماوية بتتعايش لمئات السنوات في هذا المكان الرائع، وبالتالي كان اهتمام الدولة بهذا المكان وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بمشروع التجلي الأعظم على أرض سانت كاترين. احنا في هيئه تنشيط السياحه في وزاره السياحه والاثار مهمتنا طبعا هي الترويج لهذا الموقع، لهذا الحدث التاريخي الهام. فلهذا السبب تعاقدنا مع احد بيوت الخبره الاستشاريه الدوليه المتخصصه الحقيقه في عقد وتنظيم فعاليات واستراتيجيات ترويجية للمقاصد السياحية، متخصصين فقط في الترويج للمقاصد السياحية. عظيم. فإحنا تعاقدنا مع هذه الشركة، تحالف كندي إنجليزي، وبنعمل حاليا مع هذا التحالف في رقم واحد. نحن بنعمل أبحاث على الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر عشان نفهم ازاي السائح المهتم بهذه النوعيه المتخصصه من السياحه كيف يفكر واهتماماته ايه في الانشطه اللي بيقوم في هذه. ده عظيم جدا استاذ عمرو، وبما اننا بنتكلم على اننا ناخد اراء الناس اللي عندهم خبره في المجال السياحي، اعتقد ان احنا مهم كمان ان احنا ناخد اراء الناس. يعني احنا سؤال حلقتنا النهارده بيقول ازاي تدي فكره نقدر من خلالها ان احنا نروج للاماكن السياحيه اللي موجوده عندنا. والرئيس في اجتماعه امبارح كان بيتكلم عن متابعه ما يحتاجه الناس ومعرفه اراء الناس في الخدمه المقدمه وفي اماكن الخدمه المقدمه في المجمعات اللي هتنشا في المدن الجديده. فاعتقد ان احنا محتاجين كمان ناخد اراء الناس، ولو حتى سؤال يطرح على صفحه الوزاره، الصفحه الرسميه للوزاره، باراء الناس ازاي نقدر نروج سياحيا لهذا المكان. طبعا فكره ممتازه، واحنا فعلا نعمل كده، لكن هو اساسي الدراسة والبحث اللي الشركة المتعاقد معاها هي بتسأل المتخصصين وبتجري أبحاث على السائحين وعلى المواطنين، ما هوش بس على المتخصصين، لكن طبعا ان احنا نطرح هذا التساؤل وهذا الاستفسار. في ناس عندها افكار حلوة جدا على فكرة. طبعا فكرة ممتازة. طيب يعني استاذ عمرو، هل احنا امام برامج مختلفة للتسويق؟ حضرتك قلت انه في شراكه مع شركه كنديه في مساله الترويج للموقع التجلي الاعظم، وبعد طبعا التطوير اللي بيحصل هناك، فاحنا اعتقد ان احنا محتاجين اساليب مختلفه للترويج. طبعا هو حاليا الحقيقه احنا بننتهج اساليب بنخاطب بها العالم بلغه العالم الذي يتحدثه الان عن طريق كافة وسائل الإعلام، ولكن كمان باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبالتكنولوجيا المتقدمة والمتطورة في هذا المجال.
وباستخدام كافة الوسائل وكافة الأشكال. يعني على سبيل المثال، وأنا سمعت بعض الآراء من السادة اللي كانوا بيعبروا عن كيفية الترويج من المواطنين، قالوا إن احنا بنستخدم أو يجب استخدام المدونين والمؤثرين هم البلوجرز يعني. صحيح. وده بالفعل احنا بنعمله بقالنا أكثر من سنة ونص، إن احنا بنستضيف إعلاميين وصحفيين ومدونين ومؤثرين في كافة التخصصات من كافة دول العالم إلى كافة المقاصد المصرية. ده واحد من احنا بنسميه أنواع التواصل people to people، يعني صحيح. من الناس للناس. ولمستوا يعني نتيجة إيجابية لهذا؟ طبعا، لأنه النهاردة حضرتك وإحنا وكلنا بنستخدم السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية في كل الأغراض، بنتعرف على أصحابنا، بنتعرف على العالم، نشوف أخبار، فبتلاقي فيديوهات خاصة على مثلا منصات زي تيك توك بتبقى من ناس عاديين زينا، مش لازم يكونوا أصحابنا، وبتبقى فيديوهات لطيفة عن تجاربهم الشخصية. ففي السفر أثبتت طبعا التجربة دي إن هي ناجحة جدا، والحقيقة مردودها بالنسبة للترويج السياحي لمصر مردود كبير جدا. احنا بنشكر حضرتك أستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، شكرا جزيلا على وجودك معنا.